Sunrise Team, science pour 6e primaire. Leçon 2, l'énergie calorifique. الدرس الثاني, الطاقة الحرارية. La chaleur. Premièrement, on va savoir la définition de la chaleur. أول حاجة نعرف تعريف الحرارة. Est l'une des formes d'énergie dans notre vie quotidienne. هي شكل من أشكال الطاقة في حياتنا اليومية. ما بنستغناش طبعا عنها وليها استخدامات كتير. L'usage de la chaleur, استخدامات الحرارة. On va diviser l'usage de la chaleur en deux groupes. هنقسمهم لنوعين من الاستخدامات. Dans les maisons, في البيوت, و dans l'industrie, وفي الصناعة. Premièrement, dans les maisons, on utilise la chaleur pour, premièrement, cuisiner, le top, chauffer les maisons, عشان ندفي البيوت. زي الدفاية مثلا سيشي للنج لافي اللي هو مامي بتنشر الغسيل كده فبتحتاج حرارة عشان الغسيل ينشف كاتريامون شوفي لو وطبعا تسخين المية سواء بنستخدمه في ان ماما نشرب شاي او نستحمى بنحتاج مية سخنة فلازم يبقى في شعلها دوزيامون أو دوزيام جروب لاندستري بنستخدم الشالور في صناعات كتيرة بنستخدم الحرارة في صناعات كتيرة كم لاندستري أليمونتير في بعض الصناعات الغذائية لأن بتحتاج حرارة مثلا بيتزا الباتون سالي الباتيهات كل ده بتحتاج حرارة عشان تتعمل la fabrication du verre صناعة الزجاج La fabrication du papier, صناعه الورق, la fabrication des tissus, صناعه الاقمشه. Deuxièmement, la chaleur. La chaleur, تاني définition de la chaleur. Est une des formes d'énergie, زي ما قلنا هي نوع من او شكل من اشكال الطاقه, qui se transmet d'un corps dont la température est plus élevée au corps dont la température est moins élevée. هي بتنتقل من درجه الحراره او من جسم درجة حرارته مرتفعة إلى جسم آخر درجة حرارته منخفضة يعني مثلا كوباية الشاي ما بتبقى سخنة دي كده حرارة مرتفعة لا تمبيراتور اي بلوز الفي هتدخل ايديك بتبقى باردة هتنتقل الحرارة من كوباية الشاي لايديك اللي هي درجة الحرارة أقل يبقى دو بلوز الفي او بلو موان Deuxièmement, la température. درجة الحرارة. درجة الحرارة هي إيه؟ est un indicateur qui nous aide à exprimer à quel point un corps est chaud ou froid. هي المؤشر اللي بيساعدنا إن إحنا نعرف الجسم ده سخن ولا بارد. يعني درجة الحرارة مش مرتبطة بحاجة سخنة. لا ممكن تبقى chaud ou froid. سخنة أو باردة. طيب, pour mesurer la température, on utilise les thermomètres. عشان تقيس درجة الحرارة بتاعة أي جسم بنستخدم هو الترمومتر مقياس بتاعنا الانسترومنت هو الترمومتر La conduction de la chaleur توصيل الحرارة Les différentes matières sont différentes en leur conduction de la chaleur الأجسام المختلفة والمواد المختلفة بتختلف درجة توصيلها للحرارة يعني من الاكتيفيتي ده هنعرف يعني ايه الكلام ده les étapes الخطوات apporte quatre tiges de même longueur et de même épaisseur en matières différentes aluminium bois fer et plastique هنجيب اربع افرع من مواد مختلفه لكن ليهم نفس الطول ونفس العرض وممكن تبقى المواد دي الافرع دول من الالومنيوم فرع من الالومنيوم فرع من الخشب فرع من الحديد والرابع من البلاستيك mais les quatre tiges dans un récipient rempli d'eau هنحط الاربع افرع دي في طبق او وعاء فيه ميه mais le récipient au-dessus d'une flamme pour réchauffer l'eau هنحطها فوق شعله من النار بوتاجاز بقى او اي حاجه نولع عليها نار تدينا حراره عشان نسخن الميه quatrièmement Essaye de toucher les quatre tiges attentivement de leurs extrémités. هنجرب ان احنا نلمس
الاربع افرع من الطرف اللي فوق خالص من على الحرف خالص، بس بالراحه. ليه؟ هنلاحظ ايه؟ l'observation. tu te sens chaud quand tu touches le fer et l'aluminium. هنحس بالحراره بس اما نلمس الحديد والالومنيوم، لكن البوا والبلاستيك لا. la conclusion، ده وصلنا كده النتيجه لايه؟ ان les matières sont différentes en leur conduction de la chaleur. ان المواد مختلفه في توصيلها للحرارة، في اختلاف بينهم، في حاجات بتوصل وفي حاجات ما بتوصلش. La classification des matières selon la conduction de la chaleur. هنصنف المواد بعد الاكتيفيتي اللي فات ده، هنصنف المواد لمواد طبقا لتوصيلها للحرارة. فهيبقى عندنا مواد بتوصل حرارة بون كوندكتريس دو لا شالور، ومواد تانية عازلة للحرارة أو لا توصل الحرارة، موفاز كوندكتريس دو لا شالور ايزولانت، عازلة. طيب نبتدي بالبون كونتريبيس دو لا شالور، هنبتدي بالمواد اللي بتوصل او موصلين جيدين للحراره. لا ديفينيسيون، سو سون لي ماتيير كي بيرميت لا ترانسميسيون دو لا شالور اترافير ال، هي المواد اللي بتسمح بالحراره ان هي تعدي من خلالها وتنفذ من خلالها. اكزامبل، عندنا ديفيرون ميتو، كل المواد المعدنيه او الفلزات. اكزامبل، لو كويفر، الالومنيوم، اي لو فير. عندنا اكزامبل على كده النحاس والالومنيوم والحديد. طب لوزاج، الاستخدامات بتاعتها ايه؟ الالومنيوم، لو كويفر اي لاسيي سون توتيليزي دون لا فابريكاسيون. الالومنيوم والنحاس والستانلس ستيل بيدخل في صناعات معينه كم لي زيستونسيل دو كوزين اي دي ريسيبيون. عندنا ادوات المطبخ والاوعيه اللي مصنوعه، في اوعيه بيبقى حلل مصنوعه من الالومنيوم وحلل من النحاس وحلل من الستانلس ستيل. دي بويوار، بويوار يوتيليزي دون لي ميزون اي لي زوزين. الكيتلز او سخانات الميه اللي موجوده في البيوت واللي موجوده في المصانع، بتبقى عملاقه في المصانع مش بتبقى زي سخانات الميه في البيوت. دوزيامون، لي موفيز كوندكتريس دو لا شالور لي ايزولانت. تاني نوع هي المواد العازله للحراره وتكون سيئه في توصيل الحراره. هما الديفينيسيون بتاعتها كي نو بيرميت با لا ترانسميسيون دو لا شالور اترافير ال، يعني ما بتسمحش للحراره ان هي تعدي من خلالها، ان هي تنفذ من خلالها. كوم لو بوا، لو بلاستيك، لو فير، لو فير، لو بابيي، لي ليكيد اي لي غاز، لير. عندنا اكزامبل عليه لير، عندنا الخشب والبلاستيك والازاز والورق والسوائل والغازات زي الهواء. طب حد يقول لي لو بوا ازاي الخشب؟ الخشب احنا لو مسكناه هيتحرق. ايوه هيتحرق، لكن مش هتتلسع وانت ماسك مثلا الخشبه من اخرها. انت ممكن اول الخشبه يتحرق وعقبال ما يوصل لك هتتحرق لو انت فضلت ماسك اخرها، لكن لو انت ماسك الخشبه من طرف واولها عندها فيها نار مش هتتلسع. طب البابي، الورق، الورق برضو نفس الحكاية، هيتحرق لو انت فضلت ماسك الورقة هتتحرق، لكن مش ماسك طرف الورقة. يعني ماما ساعات في ناس بتولع البوتاجاز او الفرن بقطعة من الورقة، ليه؟ اولها بس بيبقى والع وفي نار، لكن اخرها مش مفهوش نار. طيب لوزاج، ايه الاستخدامات بقى بتاعت ليزيزولانت او لموفيس كوندكتريس دو لا شالور؟ المواد العازلة بنستخدمها في ايه؟ عندنا لو بلاستيك اي لو بوا سون توتيليزي دون لا فابريكاسيون دي مانش دي زوستونسيل دو كوزين دي ريسيبيون اي دي بويوار. عندنا البلاستيك والخشب بيتم استخدامه في الايدين بتاعه الادوات المطبخ والاوعيه المصنوعه من الالومنيوم والكويفر والسخانات الميه. ماما في المطبخ بتبص كده هتلاقي سخانه الميه او الحلل ايديها معموله من البلاستيك، لان الوعاء نفسه معمول من الالومنيوم او الستانلس ستيل او الاسيه او الكويفر. طبعا مفيش كويفر دلوقتي، بس يعني الالومنيوم والاسيه. طيب ايديها هل ماما هتقدر تمسك الحله كده وهي فيها الومنيوم وهي اسيه وهم اصلا بان كونكريت ولا شلاق؟ لا، الايدين بقى عاملينها بالبلاستيك عشان ايه؟ هم ايزولانت، ايزولانت للشلاق. طب دوزيامون، لو بلاستيك ايت يوتيليزي بور فابريكي لي مانش دي فير ابر باسي. هنلاحظ، هنشوف المكوى عندنا كده في البيت، هتلاقي ايديها مصنوع من البلاستيك عشان نقدر نمسكها. طيب troisièmement، les couvertures et les habits lourds en laine sont utilisés en hiver pour préserver la chaleur du corps et ne pas ressentir le froid.
الأغطية أو البطاطين والهدوم بتاعتنا في الشتاء التقيلة مصنوعة من الصوف بنلبسها في الشتاء عشان تحتفظ بدرجة حرارة جسمنا وما نحسش بالبرد، يبقى دي مواد عازلة بتعزل عننا الحرارة الساقعة أو الباردة اللي حوالينا. أما بنتغطى بالبطانية برضو في الشتاء نفس الموضوع. Les applications de la vie، تطبيقات للاستفادة من كون إن في مواد عازلة للحرارة ومواد موصلة جيدة للحرارة. Dites pourquoi من الدو كيستيون، هندي دو كيستيون وممكن يجو في شكل ديت بوركوا، هنعرف الاستفادات التانية للمواد الموفيز كونديكتور دو لا شالور اللي هو ايزالانت والمواد البون كونديكتريس دو لا شالور. Dans la fabrication des fenêtres en verre, on doit laisser un espace entre deux vitres. في صناعة الشباك اللي معمول من الإزاز لازم نسيب مسافة بين شريحة الزجاج والشريحة الأخرى. La réponse pour garder la chaleur de l'air à l'intérieur de la maison de manière qu'elle ne s'échappe pas à l'extérieur car l'air est un mauvais conducteur de la chaleur. ده عشان إن الهواء عارفين إن هو عازل للحرارة. فسيبنا مسافة بين شريحة الزجاج والشريحة التانية، المسافة دي أو المساحة الفاضية دي ملاها الهواء، فالهواء عمل طبقة عازلة بين الزجاج والتاني ومنع الحرارة إن هي تخرج بره المنزل، واحتفظ بدرجة حرارة المنزل ومنعها إن هي تخرج من وتتسرب من المنزل لبره. طيب دوزيام كيستيون، on doit laisser des espaces entre les rails des trains fabriqués en fer. دلوقتي قضبان الحديد بتاعة القطر بتبقى معمولة بنحيث ان احنا نسيب مسافة بين القضيب والتاني. ليه؟ La réponse pour empêcher les accidents des trains car le fer est un bon conducteur de la chaleur qui peut s'élargir et déformer. احنا عارفين ان الفير او الحديد هو موصل جيد للحرارة. طيب الحرارة بتعمل فيه ايه؟ الحرارة بتخليه ان هو يتمدد وممكن مع الوقت يتقوس. فطيب احنا سيبنا بقى المسافة بين القضيب والتاني عشان نتجنب الحوادث للقطر. طيب نقطة بينا من الماتيير اللي هم بون كوندكتريس دو لا شالور، في كمان جواهم في كمان اختلافات بينهم. يعني عندنا لو كويفر كوندوي لا شالور بلو رابيدمون كو الالومنيوم اي لو فير. لو رتبناهم كده هنلاقي ان الكويفر او النحاس بيوصل الحرارة اسرع من الالومنيوم، وبعد كده يجي في الاخر خالص الحديد. يبقى بالترتيب كده النحاس الالومنيوم الحديد le cuivre l'aluminium et le fer. C'est la fin de la leçon. Merci pour votre attention et à la prochaine.